السلام عليكم، أنا أيوب أضمان، مصمم ومبرمج مواقع إلكترونية. سأتحدث لكم اليوم عن البرامج الضارة وكيف يمكنكم حماية أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمونها من الإصابة بهذه البرامج. أولاً دعونا نتحدث عن كيفية الإصابة بالبرامج الضارة. غالباً ما يتم تثبيت البرامج الضارة على جهاز الكمبيوتر بدون علم، وذلك عند تصفح مواقع معينة على الويب. أحياناً تكون مواقع ويب جيدة لكن تم اختراقها على يد واضعي برامج ضارة، وأحياناً تكون مواقع ويب سيئة صممت أصلاً لنشر البرامج الضارة. كما يمكن أن يتم تثبيت البرامج الضارة عند تنزيل ملف قد يبدو كملف آمن، إلا أنه في الواقع يسبب أشياء لم تكن تريدها ولم تكن تتوقع منه أن يفعلها. تشتهر البرامج الضارة أنها تسبب أشياء مثل حذف البيانات من الحاسوب أو سرقة معلومات شخصية مثل أرقام بطاقات الائتمان وكلمات المرور أو إرسال رسائل غير مرغوب فيها أو حتى مهاجمة شبكات وكمبيوترات أخرى. ومن أشهر أعراض البرامج الضارة والمعروفة تحويل المستخدم إلى موقع ويب غير متوقع وغالبا ما يحتوي على أشياء غير مرغوب فيها. كما أن البرامج الضارة قد تؤدي إلى ظهور نوافذ منبثقة وأشرطة أدوات غير مرغوب فيها وتصرفات غريبة أخرى. لتجنب إصابة الكمبيوتر بالبرامج الضارة من البداية ننصح باتباع بعض الإرشادات العامة. أولاً حافظ على ترقية نظام التشغيل الذي تستخدمه وجميع برامجك إلى أحدث إصداراتها. تحقق دورياً من أن لديك الإصدارات الجديدة، كما يمكنك تفعيل التحديثات التلقائية إذا توفر ذلك. احرص على عدم النقر على الروابط التي لا تعرف وجهتها أو تحميل ملفات من مصدر لا تثق به. وكذلك قبل تنزيل ملفات أو النقر على روابط في رسالة إلكترونية تأكد من أنك تثق في المرسل. وفي النهاية تأكد من أن برنامج مكافحة الفيروسات الذي تستخدمه حديث. إذا كنت تعتقد أن جهاز كمبيوترك مصاب فعلا ببرنامج ضار، يمكنك عادة استخدام برنامج مكافحة فيروسات لاكتشافه وإزالته. هناك عدد من البرامج التي يمكنها إزالة أكثر البرامج الضارة انتشارا، إلى أنه قد تحتاج إلى تجربة أكثر من برنامج واحد لاكتشاف جميع حالات الإصابة على جهاز الكمبيوتر. ولا تنسى مجددا تحديث جميع برامج مكافحة الفيروسات التي تستخدمها. شكرا لكم وأتمنى لكم تصفحا آمنا.